تعال دنا لي الجشه خلاص رم ليس مقطع طويل بسم الله اضغط له عليه اضغط لك على الرجل؟ ايه والله خلي زوجي عندك صار له سنة؟ صار لي 4 سنين وقلت لك هسه رجع لي بالزايد هاي عملية الفصد اي سيهولة قسطرة هاي سداد بالقلب سداد بالرجل للشقيقة للضغط للخفقان على مفاصل عرق النسا انزلاق الدهون تطلع الاملاح النتوء ذا نقرص اشتغل على الجسم كله. مي حار حجينا دلوقتي شوية. تتصي. صور. وقلت مال الشقيقة شنو؟ بالشقيقة. هذا هم كارتل. والعنوان مالته. بغداد الدار حي الطعمة. هي فائدتها شنو تلغي قلت لي تطلع الجلطات اي تجلطات نشط الدورة الدموية من الشريان النازل تحس خفت رجلك بس بعد ما نفسه الزوجة قوية عندك. قام يخف جسمك هي هاي مهم من انواع الحجامه؟ اي الفصد والحجامه، الفصد للشرايين والاورده. اي. والحجامه للخلايا الميته جوا الجلد. قلت لي هاي هسه انا عندي الفقرة الرابعة والخامسة الغضروف ايه وقلت هو نفسه بالطب انزلاق رابعة وخامسة انزلاق احنا بطبنا عرق النسا عرق النسا
هاي هسه جلسة وعشرة أيام أخذ أسبرين. إيه أكو ألم أيه. نزل بكرشة رجلك تجينا راح نهاية بعد لا تجي هاي التهابات. وقلت ملاحظة إنه اللي قبل لا يفصد كود على الأقل شنو كم يوم يأخذ أسبرين؟ فد أربع خمس أيام أسبوع بعد أحسن اللي يأخذ أسبرين يلا يجينا. أنا بدي خف الدم. طبعا هي ملاحظة مو ذاك الألم ولا تخوف، هاي فلترة للجسم كله يعني ما تشمل بس الصفحة اليسرى؟ لا اليمنى واليسرى، وحتى اللي ما عنده شيء يجي يسويها، يفصل ينظف شرايينه من اللزوجة من الدهون من الأملاح، مو للمريض يسوي، أي واحد أضبط من الحجامة. راسك خف، هاي الطنين والهاي راح. لا الطنين بالإذن باقي بس شوي أحس أخف. خف. إي. شوي. وما دايخ؟ لا الحمد لله مسيطر. صارت راحة بجسمك؟ يعني اعتيادية الراحة مالت الواحد قاعد بس الألم ما رجلك خفت رجلك؟ اي كود امشي الله عرفت ان شاء الله امشي الله عرفت ما جاي يتحرك فما جاي يحس ذاك الألم. زوجة كلش قوي عندك. إيه. يعني هسه هاي تقريبا شلون نقول مثلا حتى تعادل تبرع بطل دم. هذا نازل وسخ تبرع صافي صاعد هذا نازل. هذا النازل. إيه أضبطه من التبرع يدب لك بس بس الدم المو نظيف. تمام. ترسبات بالرجلين كلها. للتذكير هذا العنوان وهذا أرقام التليفون
دام سيطر ما تاع ظهرك. تعطيني استرخي استرخي. لا لا تسيطر وما عندي اي مشكلة. هي تقريبا شقد يطلع من عندها دم؟ بالنص بطول هيش اكثر شوية. تقريبا هسه طلع بي نص بطل. اي نص بطل هسه قام يصفر هون على النظافه. يعني شنو الفرق يصير عندك؟ تطلع البلازما دم نظيف. دم نظيف اللون مالته. اي اللون مالته من تطلع البلازما شد يعني دم نظر. شكو تجي اللطافه طلعت بالجسم. وبالبدايه ايش كانت تطلع؟ سواد. سواد؟ اي. زين اكل لي هيك شلون شلون الاغراوي صوب. إيه. تمام. إيه. ذاك إيه. ما عنده لزوجه؟ ما عنده لزوجه ماخذ اسبرين. او المرض مالته جديد بعده مو تقول صار له سنتين ثلاثه. ايه مو هو بيضغط. خلي اذا تريد. خليه بعد. يعني هم مدة صار لي ما تبرع. شنو الفقرة اللي تقول تعادل القسطرة؟ هي هاي هذا الشريان نازل يفتح شكو شرايين.
القلب يضخ يضخ يسوي دورة كاملة الجسم كله. تمام. وهذا نازل قسطرة بس تفتح هاي تخرج. تمام. تخرج التجلطات. زين مو شغل الكبد؟ الكريات الدم التعبانة الكبد اللي هو يصفي؟ هم يصفي بس هاي بعد اضبط النوب وياه. ها جسمك خاف؟ ايه اكو فيش اكو راح وفى رجلك بسم الله. تعطي من مكان تعطي من جريح صحة وعافية على جميع أمة محمد. الله يسلمك. يا بسم الله. صورة وياك.